نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلا في مؤسسة الجرح للتنمية بمحافظة الفيوم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وأعلن الحضور عن دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي. وتم خلال المؤتمر استعراض جميع الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل محافظة الجمهورية، خاصة محافظة الفيوم. وشهد المؤتمر حضور نحو 5000 مواطن وعدد من قادة الرأي بالمحافظة.